بالنسبه للجديد ديالي اللي هو اغنيه اضرب يا قلب، اغنيه مغربيه 100%، بمعنى ان لا من ناحيه المؤلفين، لا من ناحيه الكلام، لا من ناحيه الطاقم اللي اشتغل فيها، كلهم مغاربه. هي من توقيع المبدع جلال الحمداوي، كلمات والحان وتوزيع، ومن اخراج محمد علي العويني بمشاركه الممثل العالمي عصام ابو علي واشراف عام واداره ديال عصام واشمه. اكيد مقصود يعني حنا بغينا نشتغلوا على، يعني بغينا نديروا ان برودوي ماروكان ياك، ولكن من لان دابا مؤخرا كتشوف واحد الانفتاح كبير على اللغه وعلى الاغاني المغربيه، دونك كانت واحد اللمسه، وكانت واحد بحال بغينا نقول واحد الريحه ديال الفنجان باش تنقربوا حتى من المتلقي، لا في الشرق لا في الخليج لا من المتلقي العربي بشكل عام. يعني بغينا دابا كيف ما قلت لك المشارقه مابقاش عندهم هذاك كيحط شحال هذيك، قلت لغتكم صعيبه واللهجه ديالكم صعيبه، دونك الحمد لله دابا كنشوف واحد الانتشار كبير ديال الاغنيه المغربيه في الشرق وفي الخليج، وحنا بغينا نواكبوا هاد يعني هاد الحيويه اللي كاينه فيها الاغنيه المغربيه من خلال هذيك، بغينا نقربوا نبسطوا على المستوى النطق. اما الكلمه اضرب راه كنقولوا حنا فهمتي، راه كاينه في الثقافه العامه ديالنا، اجي نضربوا شي دويره، نضربوا شي ساندويش. انا بغيت نشوف الجانب الايجابي في هذيك الظروف اللي كنا عايشين ديال كورونا، وكان بنادم ما كيخرجش، يعني كان واحد المتسع من الوقت، كان واحد يعني كان حتى كان واحد الجانب سلبي انك صعيب باش تشتغل في هذيك الظروف، لان خص غير بالنسبه ليزوتوريزاسيون كان صعيب باش نلقاوهم باش نتحركوا باش تجيب الناس مثلا من خارج الدار البيضاء، ولكن كانت واحد القضيه اخرى ان الناس كانوا جالسين ما كيديروا حتى شي حاجه، وكانوا يقدروا يشتغلوا اكثر ويبدعوا اكثر. هذه اول حاجه. الاغنيه تصيبات قبل من الكونفينمون، صيبناها وكنا ناويين نخدموها، ولكن جات الجائحه ما وقفنا هذيك الظروف الاستثنائيه اللي كانت، ولكن بقينا واقفين واحد الوقيته غير بانت هذيك الفجيوه، يعني بدات الامور وحنا نصورها، ولكن مع ذلك صورناها في ظروف صعيبه بزاف بزاف بزاف. هو سيتين شونس لاي فنان مغربي. اما النجاح مساله نسبيه باذن الله سبحانه وتعالى اول حاجه، وبالاشتغال انا كنامن بواحد المساله ان كل ترافاي كي باي، ملي كتخدمي كتقدري توصلي. اما جلال كيبقى اون شونس، جلال مبدع فنان كبير عنده تجربه، يعني تجربه في الاغاني، تجربه في النجاحات، وانسان اللي كيف ما قلت لك لو سكري ديالو انه كيشتغل مزيان وكيعطيك ان برودوي مغيز. يعني جلال الحمداوي كيدير دي سوكسي، هذه حقيقه. ميسي كنقول له انا ديال الموزعين فهمتي يعني، ولكن هذا راه ما جاش من فراغ ولا مسطح مع هذه المسائل. جلال كيشتغل، جلال انسان معقول، جلال انسان اللي كيخدم معاك كتحس بيه كيخدم معاك بقلبه، جلال ما يعطيكش حاجه لا ما غيزهاش، جلال كيتابع العمل ديالو، ماشي كيعطيك اغنيه غنيها وصيفط ليا نو، جلال كيبدا معاك من الاول حتى الاخر. وجلال صعيب باش يشتغل مع اي واحد، ما كيبغيش يشتغل بعدا مع اي واحد. جلال كيقول لك انا خصني العمل ديالي اللي عطيته نضمن ليه النجاح. هذا اختيار. انا كنقول لهم الفنان الا كان غيبان يبان بان برودوي ارتستيك، راه ساهل باش تقدر تبان يوميا، ساهل باش تقدر تشد التليفون وتبقى تغني ودير. وانا احترم هاد الناس واحترم هاد الاختيار ديالهم، غير انا شخصيا الا بغيت نبان خصني نبان من خلال الاعمال ديالي. هذه اول حاجه. ممكنش ما عندي حتى عمل ونبان غنبان، يعني ما عندهاش حتى شي معنى، حتى الناس غتملك. وكاين تجارب ناس بقاو كيبانوا بزاف واحد الوقيته، انا من الناس اللي كنامنوا بواحد المساله، زور غبا تزداد حبا. هذه سيتون حنا ما يمكنش بالضروره كنا نتفقوا على واحد الحاجه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، حنا كنعيشوا في واحد البلاد اللي ما فيهاش شركات ديال الانتاج، ما فيهاش ظروف ديال الانتاج اللي صحيحه. كنغبر ربما باش كنخدم باش نقدر نجي ندير ان برودوي ارتستيك، كنبان في التلفازه، عندي حفلات بزاف، ربما انا من الفنانين اللي كيخدموا بزاف، عندي جمهور كبير، عندي قاعده جماهيريه كبيره في لي سواري، في مواقع التواصل. ما نقدرش انا نبان لابس مثلا ديال العيالات وكنجفف باش نبان، ولا ندير شي مصيبه، ولا فهمتي شنو بغيت نقول لك، ولا ندير نو، خصني نبان بان برودوي ارتستيك. كنفضل سيدي ما نبانش، ولكن نبان ملي نبان وندير معاك مثلا واحد التصريح ولا واحد الاستجواب، نبان بان برودوي ارتستيك ماشي بشي شوها ولا بشي مصيبه كحلا. دونك هذا هو المبدا ديالي وهذا هو الموقف ديالي. اولا هذه كاينه هذه الفكره انني ندير اعمال يعني خليجيه شرقيه، سيرتو انا كنتمي للمدرسه الشرقيه القديمه الكلاسيكيه. حاليا
عندي ألبوم ديال النوستالجيا دو اللي غيخرج وهو في أغاني شرقية وأغاني مغربية، مي من وراء غتكون أغنية يعني أنا نقول لك حصريا دابا يلا البارح يعني سنين العقد أنا وسي مهدي مزين وما سي مدارة وسي طارق الحجيلي وسي محمد المغربي على أغنية فيكتيفمون مغربية ولكن في إيقاعات خارجية وبنوكها خليجية. دونك كاين مشروع ديال أغنية إن شاء الله يلا سنين العقد البارح وخديت الأغنية من عندهم بالمناسبة كنوجه لهم التحية. دونك فيها هاد المسائل اللي كتقلتي لأن المشارقة والخليجيين بداو كينفتحوا بشكل كبير على الفنانة المغاربة. مؤخرا ولات شوف قبل كانت الغناء عموما يعني ولا كان كيعتمد على الصوت على الجماليه ديال الاغنيه على الحضور، دابا مع الاسف اصبحنا نركز على الصوره اكثر من الاغنيه، يعني بمعنى انك كتلقاي شي وحدين والدليل على ذلك ان خرجوا لنا شي دي فينومين كيغنيو ما عندهم حتى شي علاقه بالغناء، يعني غير هما زوينين تبارك الله كيقدي الحاله مزيان. شوف مزيان الانسان يكون مهلي في راسه ولكن هذا سميتو الغناء، يعني خصنا نعتمد بشكل كبير على الاغنيه المستوى الاخلاقي للفنان. انا كنشوف هادو هما الجوانب المهمه ان الفنان خصو تكون عنده رساله باش يكون زوين خايب داكشي شغله فهمتي، ولكن الحاجه اللي خصها تكون فيه هو يكون انه عنده داك الحس الفني داك الفيبر ارتستيك ويكون انسان مربي يكون عنده واحد الرساله عنده واحد الهدف فهمتي، لان هذه الاغنيه راه كتهضر على ثقافه وهويه ديال البلاد ديال انا كنقول لهم دائما لطود الاجرام راه ما كيتحاربش غير بالبوليس وداكشي راه حتى بالفني الا درتي فن زوين راه ما يمكنش يخرجوا لكم الناس كيشيروا بالسيوفه وكيضاربوا. دونك الفنان راه شي حاجه ما يمكنش حد زوين تغني ولا حد بوكس تغني، لا حيت واش فنان خصك تغني واش عندك هدف واش عندك رساله، هذا هو الاهم. المغاربه كلهم كيموتوا على الشعبي وانا كنبغي الشعبي بزاف وكنغني الشعبي ولكن كنفضل نخليه للمغني نغنيه راه نقدر نغنيه وكنغنيه وكيعجبني نغنيه ولكن غيكون احسن الا غناه مالي الشعبي باش فهمتي، خلي كل حاجه يديرها اللي كيدير شي حاجه يديرها غير يقاد، بالعكس انا عروبي بعدا باش نتفاهموا فهمتي، دونك عروبي حنا كنموتوا على الشعبي وفي الدم ديالنا الشعبي دونك نغني لك الشعبي ولكن نخليه للمغني انا وانا شوفوا حالتي انا وانا وشوفوا حالتي انا وانا شوفوا حالتي وانا بعدا كنغني ولو 360 قبلتي هادشي جدي عليك